أعزائي المشاهدين، وفي سهرتنا الليلة بسعدنا أن احنا نستضيف يوسف معاطي. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أولا نتعرف عليك من أعمالك الفنية. السنة دي في 95 أنت كتبت للمسرح كم مسرحية؟ هو اتعرض لي في 95 ثلاث مسرحيات، لكن أنا ما كتبتهمش الحقيقة في 95. يا ترى الكتابة للسينما بتختلف عن الكتابة للمسرح؟ بتختلف طبعا اختلاف كبير جدا، لكن هو أنا بكتب للسينما أو للمسرح أو في الصحافة حاجة واحدة بس، وهي الكوميديا. فالفيلم كان ممكن يبقى مسرحية لو كنت قابلت الأستاذ حسين كمال وقال لي دي تبقى مسرحية. إنما هي الفكرة إزاي نتناولها وناخدها منين، هي دي المسألة. هل الكتابة أو النص المسرحي النهاردة بيقولوا إنه أزمة المسرح هو عدم وجود نصوص مسرحية؟ يا ترى فعلا دوت وأصعب الكتابات هي الكتابة الكوميدية، أنت بتجد صعوبة في الكتابة دهيت، ولا هل المواقف هي اللي بتحتم كم وقت بتاخده عشان تكتب مسرحية؟ هو طبعا الكتابة الكوميدية أكيد كتابة صعبة، لكن أنا رأيي إن في مقولة قالها بيرم التونسي بيقول لا سطل خروب يسعفني ولا ابن نكتة يكيفني، ما يقصف العمر ويفني غير الخلايق بعبلها. فإحنا لما نشوف الناس زي ما هي، تأكدي حضرتك إن إحنا هنطلع بعمل كوميدي جيد جدا، طالما إحنا بنتعامل مع الناس بصدق، والشخصيات اللي موجودين في الشارع والموجودين في القهاوي والموجودين في كل الأماكن هم المعين الذي لا ينضب لأي مؤلف. يعني لازم تبص، يعني عشان تألف لازم تبص على الناس. هل أنت كتابتك المسرحية بتكتب بس مسرح وتسيب الاستعراضات، ولا بتكتب كمان أيضا الاستعراضات؟ مهم جدا ان المؤلف المسرحي يعرف هيحط الاستعراض فين وليه، ده مهم جدا. اما انه يكتبه شاعر غنائي ده وارد جدا ولازم. انا كتبت استعراضات الافلام اللي انا عملتها، لكن في المسرح بفضل جدا ان يكون في كاتب اغاني. انت كمان مذيع تلفزيوني، كان ليك برنامج من اشهر البرامج اللي اتذاعت في التلفزيون. ما فيناش زعل. وما فيناش من الزعل. لا ما فيناش زعل. السنه دي هتقدم ايه في التلفزيون؟ ان شاء الله السنه دي في ما فيناش زعل، بس انا مصوره السنه دي في 12 بلد عربي. فهنشوف ردود افعال الاشقاء العرب في البلاد العربيه، ومن غير زعل يعني، ما فيناش زعل خالص يعني. لو قلت لك ايه هو الجديد اللي انت هتقدمه ان شاء الله في 96؟ هو يعني عايز أقول حاجة بالنسبة للأمنيات 96، هو غالبا إحنا بنتمنى ما لا نملكه، بينما ما نملكه جميل جدا ورائع، وإحنا مش عارفين اللي ما نملكوش ده كويس ولا مش كويس يعني. فأنا بتمنى إن إحنا في 96 نستطيع أن نرسم البسمة على الوجوه، نستطيع أن نملأ البيوت بهجة، لأن إحنا في حاجة شديدة إلى الضحك من القلب. ما كانش في حلم مؤجل من 95 هتنفذه في 96 إن شاء الله؟ كنت هخطب وسبت خطيبتي. كل سنة وانت طيب. انت طيب.